كل ظالم سيأتي يوم ينال فيه عقوبته. كل من نراهم اليوم في بلاد الإسلام يقتلون الناس بغير الحق، الذين قتلوا الناس في بنغلاديش الدولة الإسلامية الكبيرة التي كانت في يوم من الأيام هي وباكستان، كان اسمها كلها باكستان، انفصلوا عن الهند الوثنية التي كانت تعذب المسلمين وتؤذيهم، فقالوا ننفصل احنا وحدنا، البلاد اللي فيها أكثرية إسلامية ننفصل. فكانت باكستان الغربية وباكستان الشرقية، باكستان الشرقية التي أصبحت الآن هي بنغلاديش، كان اسمها باكستان الشرقية بلاد البنغال. هذه البلد تعاقب بعض المسلمين الذين كانوا فيها من قبل بأنهم كانوا أيام ما كانت باكستان بلد واحدة كانوا ضد الانفصال، عاقبت بعض هؤلاء بالإعدام، منهم الشيخ عبد القادر الملا الأمين المساعد للجماعة الإسلامية في باكستان الشرقية أو في البنغال بنغلاديش، حكمت عليه بالإعدام على ما فعل من أكثر من 40 سنة. وما فعله رأي الناس تراه، يقاتلون يحكمون على الناس مما فعلوا ب40 سنة، ولا تستطيع أن تحصل على شيء، لم يحصل على شيء يوجب القتل. هذه الدولة الظالمة دولة بنغلاديش قتلت هذا العالم، وسيقتلها الله، كل من قتل بغير حق سيأخذ الله ذنب المقتول من هذا القاتل الظالم. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل وليس بنائم وليس بعاجز، الله قادر. يا أهل بنغلاديش، يا حكام بنغلاديش الظالمين، الله قادر على أن ينتقم منكم، احذروا نقمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عادل ومقسط، وهو يحب المقسطين ولا يحب الظالمين ولا يهدي القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.